اهلا وسهلا متتبعين قناه اش ام تي في نيوز. معنا اليوم يوسف فيف ستار اللي غادي يتكلم لنا على الجديد ديالو والاعمال ديالو الفنيه وكذلك امور اللي غادي تكتشفوها اول مره. اهلا وسهلا، السلام عليكم. فشرف ليا ندوز معكم في اش ام تي في نيوز، فهذا شرف ليا. اول حاجه معكم الفنان الشعبي يوسف لوزيني المعروف بفرقه المغني بفرقه فيف ستارز. فكنبغي نقول لكم تبارك الله عليكم ونهار كبير هذا اللي غتراقبونا على القناه الجميله. فالجديد ديالنا ان شاء الله غادي يكون من وراء رمضان، وغادي يكون مع مجموعه فيف ستارز. الجديد غادي يضمن البوم يعني من 7 القطع، وكل قطعه يعني كتحمل واحد الموضوع اللي كنعيشوه واللي عشناه شحال هادي، يعني فيها الغربه، فيها المهمه، كاينين تواشا اللي زوينين، فهمتي؟ ولا يعني البوم شاخد كما كنقولوا بهذا التيغ مشاخد. يوسف ستار، فين هما لي ستار؟ هذا سؤال شويه كيحير. اول مره كيتطرح عليا هذا السؤال. لي ستار باقين فيف ستار، باقا الفرقه هي يعني باقا المجموعه كما هي، يعني بالرئيس ديالها الحاج القناوي، يعني قوشي، يعني الدراري كاملين، يعني كلشي الدراري الحمد لله كاينين. ف الزميل والصديق يعني طارق برداد يعني خدا المسيره ديالو، الله يوفقه الله يسهل عليه، فهذا كيبقى ليه اختيار شخصي ديالو، ما غاديش نبزو عليه. والحمد لله حنا راه خوت وباقيين خوت. لا لا الحمد لله ما كاين لا نزاع لا حتى شي حاجه. فهو اختار المصير ديالو، اختار الطريق ديالو الصحيحه، يعني بغى يمشي في واحد، يشق واحد الطريق ديالو، بغى يدير الجديد ديالو بوحدو، فالله يسهل عليه. حنا ماشي غادي نشدوه من يديه ونقولوا ليه بلاك صحابه، هذاك الشيء كيبقى الاختيار ديالو. وحنا المجموعه ديالنا فيف ستارز راه باقا الفيف ستارز هي. شوف هاد المساله هادي يعني معروفه من بزاف المجموعات، يعني عاوتاني شوف انا ما غاديش نقول لك علاش الانسان كيتفارق ولا كيغادر ولا كيمشي ولا هادي، راه كيقدروا يكونوا عنده اسباب ديالو، غير هو ما كيلمحهمش، ما كيقولهمش هاد الاسباب ديالو، يعني ما كيقولهمش، يعني في عده مجموعات. مي الحمد لله حنا السبب الوحيد اللي كان عندنا، ما عندناش مشكل ديال الفلوس، يعني ما عندناش مشكل ديال علاش دير هذه ولا ما ديرهاش، لا غير هو اختار القرار ديالو. وبالنسبه لنا حنايا كمجموعه يعني راه بزاف الدراري كانوا في فيف ستارز، راه كل واحد وفين مشى، يعني لا يونس لا هشام لا العيساوي عبد الرزاق كلهم يعني كتب لهم طرد الخبز يعني في الديار الاوروبيه، يعني بقاو تماك شقوا الطريق ديالهم وعاشوا مع وليداتهم الله يسخر لهم. وحنا فيف ستارز، فرقه فيف ستارز كتبقى مدرسه، راه اللي جا غيأدي الواجب، راه واحد النهار حنا غيجي شي واحد غنعطيو المشعل اللي غيبقى غادي بفيف ستارز. يعني الجديد ديالنا حنا في الفيف ستارز، وهو دخلنا واحد اللمسه ديالنا هنا يعني في الايقاع اول حاجه، يعني بدلنا لهم الميزانات، ولينا كندخلوا الغربي مع الشعبي، وكنموديفوه بطريقه ديالنا حنا يعني ديال الشعبي. والثانيه هو كان عندنا الغناء الجماعي، يعني هذه كنمتازوا بها حنايا، ما كانت حتى شي فرقه كديرها الا مجموعه مسناوه اللي كانوا كيديروا هاد القضيه، مجموعه تكاده في بعض القطاع اللي كيديروها يعني الغناء الجماعي. مي فيف ستارز من نهار ظهروا الالبومات، يعني من الالبوم الاول حتى الالبوم 17، يعني كلهم كنا غاديين يعني بالغناء الجماعي وبموسيقى غربيه كتسمعها موديفيه في الشعبي، يعني كيبان لك ان ستيل ديال فيف ستارز، الطابع ديالهم هو هذاك. والله يا خويا انا كنت كنلعب الكره في الاول صراحه، وبصراحة أنا ويدادي، ولكن بحكم أصدقاء ديالي كلهم رجاويين، يعني لا في الجمهور ديالهم لا في اللعابة، وأنا بحكم أنا كويدادي كنموت على الوداد وكنبغي الوداد. درتها بيان سير، درناها يعني ويدادي ويدادي ويدادي، هذه أغنية ديال الوداد نهار اللي دات شامبيونا ودات اللقب ديال كأس إفريقيا، فدرنا هذه القطعة هذه. هذا سؤال محرج. انا كاع المغنيين اصدقاء ديالي وكاع المغنيين خوتي، ولكن ولكن باش ما نخسرش حتى شي واحد، يعني غنخسر مصطفى بورغون. مصطفى بورغون بيان سور، برافو. مصطفى بورغون المدرسه ديالنا والقدوه ديالنا في الاداب، في الاخلاق، في الغناء، في يعني في الكلمات، في الالحان، في اي حاجه. انا لحد الان ما كنفكرش في الاعتزال، يعني مازال باقي العاطي يعطي الحمد لله، ما حد باقى الصحه الحمد لله، باقي الله مطول في العمر، ما نقدرش نعطيك واحد، يعني ما عرفت الا من هنا لقدام ربي، ربما ربي جاب شي حاجه اللي ان شاء الله نعتزلوا تكون السبب ديال الاعتزال، مرحبا. شوف يعني كاع الحمد لله المغرب فيه بزاف ديال العيوط وبزاف ديال يعني الانماط،
فانا اختاريت الشعبي يعني من صغري وانا كنحب الشعبي ولقيت راسي كنغني الشعبي ولقيت راسي لقيت راسي في الشعبي. انا عطوك ربعه الاسماء تعطينا اليوم ولدي من هذه المشاكل. شكون هما هاد الاسماء يعني؟ مثلا عطوك حميد السرغيني. حميد السرغيني كيبقى فنان زوين وكيبقى فنان يعني فنان كوميدي. الاخ والصديق العزيز عبد الله الداودي هذاك الروح والعقل. الداوديه دابا كلشي غنقول لنا زوين. والله اخويا لا شوف والله لا شتا الداوديه تاهي اختي وعزيزه عليا صراحه كاع الفنانه. شوف انا والله ما عندي شي مشكل مع شي فنان الحمد لله كلهم خوتي وكلهم كنموت عليهم. واحد الخطره كنا خدامين وكنا جينا وكانت انا عندي النمره يعني غنمشي راك عارف خدمه الليل غنمشي عندي النمره قربات وكان مسكين كامل هاريمو بهذه المناسبه كنوجه ليه تحيه ويعني جيت انا بهذا المفهوم هذا يعني جينا عند السيد مول العرس قلنا ليه راه خصني ندوز دابا وهادي وهو ما قال والله ما قال شي حاجه مسكين ولكن شي افراد هما اللي دواو قالوا لا والله العظيم الحمد لله مسيرتنا كلها نقيه وكلها زوينه مع اي فنان. وشوف غتلقى مع اي فنان غيقول لك يعني الفايف ستارز الحمد لله ما عندهم حتى شي مشكل. فكنقول لجميع المغاربه مبروك عليكم رمضان ان شاء الله ويدخل علينا بالصحه والسلامه والعافيه واللي مريض الله يشافيه واللي مات الله يرحمه. وبالنسبه للمجموعه فايف ستارز فكنبغي نقول لهم رانا كنموت عليكم وكنحبكم كاملين وكنموت عليكم واللي كانوا واللي باقين فكنبقاو ديما اصدقاء ودائما اخوان.